علشانك ممكن اخبط او ازعق او اكسر، علشانك اهد الدنيا حبيبي. بس معجبة كادت تشعل الخلاف بين نوال الزغبي ونانسي عجرم، والأخيرة تنفعل، كلام مرفوض. نانسي عجرم تدافع عن نوال الزغبي، فاجأت هذه المتابعة بردها ووجهت لها رسالة قاسية. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية خبر رفض الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الغناء مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ليلة رأس السنة في الحفل المقرر إقامته في الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان تريو أرابيك نايت. وبعد انتشار هذا الخبر خرجت نانسي عجرم عن صمتها ونفت كل ما تم تداوله، إذ ردت في تغريدة على حسابها عبر تويتر على إحدى المتابعات فقالت: هيدا الكلام غلط ومرفوض وما بيشبه الناس اللي بيحبوني، بتمنى ما انجبر رد مرة جديدة على حكي من هالنوع. مضيفة: كل الفنانين مشاركين سوا بهالليلة، وسوا رح نقدم أحلى حفلة بعيدا عن كل الحكي اللي طلع أو معقول يطلع. تتدندنون. شو بتحب أغاني لنانسي؟ في كتير أغاني بتحب لها. لون عيونك. لون عيونك كتير بتحبها، من الكليبات الحلوة. هذا وكانت إحدى متابعات نانسي غردت قائلة: ملكة البوب العربي نانسي عجرم رفضت الغناء مع مغنية المطاعم نوال الزغبي بعد طلب نوال عدة مرات غناء ديو مع نانسي. صح 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 وقف كل القاعدين وارقص ارقص. وفي سياق مختلف تحدثت نانسي عجرم عن تفاصيل عام 2022 عليها ما بين نشاطها الفني الذي كان حافلاً بالنجاحات، وبين حياتها الشخصية، وخصوصاً فيما يتعلق بأسرتها وبناتها الثلاثة. وفي مقابلة لها مع الإعلامي راغب حلاوي ضمن برنامج إي تي بالعربي قالت نانسي: كانت سنة فيها كتير تعب وشغل حلو وتركيز وناس جديدة فاتوا على حياتي من أصحاب وعيلة وناس محبة. لكل الناس حوالي في حب الجو. من هنا تحدثت نانسي عن ارتباط فكرة العائلة الجميلة باسمها ومدى سعادتها بهذا الأمر، إذ قالت: أكيد بنبسط، وهيدا شيء أنا بفتخر فيه إني قادرة أوفق بين حياتي المهنية وحياتي العائلية، بس ما بخبي مش بهالسهولة، عم بتعب أكيد. وفي المقابلة مازحها المذيع قائلاً: عم تنامي؟ لترد: لا هلأ مش كتير عم نام، أوقات بيقطع علي أيام ما بنام أبداً وهيدا الشي ما بينسبني، بس بضطر أكيد. وألمحت إلى دور كبير في هذا الأمر إلى ابنتها الصغيرة. عم بتنامي؟ ولا هلا مش كتير عم نام، اوقات بيقطع علي ايام ما بنام ابدا وهذا شيء هذا. واكدت نانسي في المقابله ان الحياه جميله وهي دائما تنظر الى الجانب الايجابي منها، مؤكده ان كل هذا التعب لا تفكر به مقابل محبه الناس.